كبر البنزين وولعوا فيه وقعدوا يتفرجوا ميتين على نفسهم من الضحك وهو بيصرخ وبيتمرمط في الارض. العشرين جنيه اللي كان عايزين ياخدها منه وهو بيموت ماسكها في ايده لغايه الواد ما اتفحم. ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا، ستودي بك الى اوضاع ماساويه حزينه. نصيحه: لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمه أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فعلها لن تفيد، وان العقاب واقع لا محاله. تعال نشوف الجريمه دي اللي حصل في محافظه الشرقيه، بالتحديد مركز بلبيس. الرحمه بقت خلاص تم انتزاعها من قلوب بعض البشر. يعني لما يكون شاب الناس مسميينه محمد الطيب، عنده 45 سنه. محمد الطيب ده صورته من ذو الهمم، يعني على قده، من ذو الهمم يعني امكانياته العقليه محدوده، يعني انسان بسيط بيتعامل بالفطره. الناس دي على فكره يا جماعه زي الملائكه، لا بتشيل ضغينه ولا بتعمل مشاكل ولا بتعرف تكره، بالعكس ده يعرفوا يحبوا على طول. اللي من ذو الهمم دول لو عطت له بلحايه ولا حلوياه يفرح ويتنطط بيها حتى لو كان راجل كبير. يعني محمد الطيب ده 45 سنة طفل من ذو الهمم، طفل صغير. اسمه الحقيقي عبد الفتاح، لكن بسبب طبته كانوا مسميينه محمد الطيب. محمد الطيب إمكانياته العقلية محدودة للغاية من ذو الهمم، فالناس بتعطف عليه فبيشغلوه علشان يديله فلوس ياكل يشرب على جده. فشغال في ورشة ميكانيكا. ورشة ميكانيكا يعني ايه؟ ناولني ده يا محمد يا طيب، حاضر. روح هات كوباية شاي من القهوة، حاضر. إمكانياته كده. عنده 45 سنة لكن عقله عقل طفل. طفل بريء. إيه اللي حصل؟ المعلم بتاعه في الورشة دي على فكرة ورشة ميكانيكا في منطقة اسمها مقابر علوان، تراب يعني، مقابر علوان فيها حتة الناس بتعمل فيها ورشة عربيات صيانة سمكرة فاضية بقى، ومقابر وحتة فاضية، وفي البعض بيستغلها كورشة سيارات بعيد عن المدن وكل شوية يجي لك محاضر ومش عارف ايه وياخدوا كهرباء من المقابر ومحدش دريان وبيسترزق. فمحمد الطيب شغال في ورشة ميكانيكا، فالمعلم بتاعه قال له يا طيب، قال له ايه، خد الجيرك الدام لا بنزين وتعال ورشة ميكانيكا بتاع عربيات. فمحمد الطيب طفل عنده 45 سنة لكن طفل، راح البنزينة ملى الجيركن، ان كان عطله 50 جنيه ولا 100 جنيه ولا 200 جنيه، اتفضل في ايده 20 جنيه، فشال الجيركن كده في ايده وماسك في اليد التانية العشرين ماشي كده. طفل عنده 45 سنة، محمد الطيب طفل عنده 45 سنة، عقله عقل طفل 7 سنين ماشي. طبعا منطقة مقابر علوان منطقة واسعة، وهو طلعوا عليه 2 شباب، خد يا طيب عارفه وعارفين، هات الفلوس اللي في ايدك، بيضحكوا معاه طبعا طفل، فمسك كده لا طفل، هاتي واد العشرين دي لا وماشي. فواحد بيقول للتاني وده عايش بيعمل ايه في الدنيا ده، قال له يعني، قال له يا عم ده، قال لي معايا شو ده، تعال نضحك بس، تعال نضحك، هتعمل ايه جد، انا هخليك تضحك دلوقتي من قلبك يا عم، هتعمل ايه، سيب الواد غلبان، قال له يا عم هنضحك تعالى بس. خلوهم ماشي، راحوا واخدين منه جركن البنزين. طفل صغير قاعد يعيط، محمد الطيب قاعد يعيط، عنده 45 سنة
خدوا منه الجيركن وراحوا فاتحينه وبيضحكوا عليه وحاطين وقاعدين يكبوا البنزين على راسه. فالواد بيقول للتاني قال لي بتعملوا ده؟ قال له خلينا نضحك دلوقتي اصل ده هيعيش ليه؟ قال له يعني ايه؟ قال له خلينا نضحك يا عام. تع 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 كبج بجي وراح ممسك الكبريته وولع فيه وقعدوا يضحكوا. احنا بني ادمين؟ الحيوانات تعمل كده؟ الحيوانات تعمل كده؟ ابليس يعمل كده؟ الشياطين تعمل كده؟ الضحك بدا يعني انا محمد الطيب ده اللي عنده 45 سنه لما اشوفه وهو بيصرخ ده كان بيصرخ وماسك العشرين في ايده العشرين جنيه اللي كان عايزين ياخدها منه وهو بيموت ماسكها في ايده عشان يديها للمعلم بتاعه. يعني لو كانوا خدوا منه الفلوس كان سابها ما كانش عملوا فيه كده. لكن الواد طفل كبوا عليه البنزين وولعوا فيه وقعدوا يتفرجوا وميتين عفسهم من الضحك وهو بيصرخ وبيتمربط في الارض لغايه الواد ما اتفحم وهم واقفين يضحكوا. انا عايز اعرف بس ايه اللي بيضحكوا دول؟ ايه في المنظر يضحك؟ هو مشهد كوميدي لعادل امام؟ ده حتى محمد هنيدي ما بيضحكش دلوقتي. إيه يعني ايه الكوميديا في دي؟ طبعا صاحب المحل شوفونا محمد الطيب اخر في البنزين، لا يا جماعه شوفونا فين حاضره روح نمشي. واحد راح يمشي لقى واحد طالع منه الدخان من جسمه الدخان. ادي مين عمل كده؟ ايه الحاجه يا معلم؟ ده في واحد متفحم. جيروا لقوا الجيركن مرمي بعيد والواد متفحم. لا طب الشرع طبعا جه والشرطه جت. الشيء الغريب بقى سبحانك يا رب، الولد ميت بيفتح ايده كده مطرح ما مسك ايده كده بالعافيه لقوا بقايا ال 20 جنيه. تم القبض على شخص وجاري البحث عن شريك ليه ويقول لك كنا بنضحك معاه. نفسي اعرف يعني بتضحكوا معاه ازاي يعني. والمشكله ان التاني مثلا ما حاولش يطفيه ده قعدوا يضحكوا. ايه الهزار في انا عادي يعني حتى لو كانوا بيقولوا كنا بنهزر معاه كنا عايزين ناخد منه الفلوس قعدنا نضحك معاه ونهزر معاه ده هو كان حبيبنا وصاحبنا. ايوه فين الضحك والهزار؟ انتوا بتقولوا كنتوا بنضحك لما خدتوا الجيكل وكبتوه عليه. إيه فين الهزار؟ لما ولعوا قصادكم طب انقذوه. قال لك ما قدرناش كان البنزين كتير وولع مره واحده. فسبناه بعد ما اتصفى ومشينا. اعترفت تفصيليه وهيتم القبض على الشخص التاني بس الجريمة دي هزت مركز بلبيس لأن محمد الطيب أو عبد الفتاح اسمه الحقيقي كان بيتمتع أن كل الناس بتحبه وكان حتى بقى من وشه برأ طفل عنده 7 سنين طفل عقله 7 سنين لكن فبطاته عنده 45 سنة. هنقول إيه؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.